مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير ولله الحمد. البنات اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد شعريه صفه، غنقدمها شويه مختلفه على الطريقه اللي كنعرفوا كاملين على بركه الله. عندنا هنايا سكيلو ديال الشعريه ديال الصفه، عندنا جوج كيسان ديال الحليب، شويه ديال الملحه، عندنا معلقه كبيره ديال الزبده، عندنا هنا 4 المعالق كبار ديال الكوك، عندنا هنايا المشماش اللي غادي نعسلو بوحديتو في كاسرونه بوحدو، عندنا هنايا البصله 6 ديال البصلات، الزبيب، شويه ديال البزار، شويه سكنجبير، شويه ديال الملحه، سكر سنيده، هادشي غنحتاجو للزبيب والبصله، شويه ديال القرفه، عندنا هنايا اللوز سلقتو وقليتو غير مشتو، عندنا هنا سكر كلاصي، هادشي كله للتزيين ان شاء الله على بركه الله. غنبداو غنديرو هنايا كيف كتشوفوا معايا زويته الشعريه ديالنا باش ما تلصقش باش ما تعجنش. غنديرو شويه ديال الملحه وغنخدموها بالطريقه هذه، باش يدخل الزيت كامل تخلط كامله. عاد نجيب الكوك ديالنا، راني غسلته وعصرته، داكشي اش كيبان لكم بحال ما هكا بحال مكور حيت غسلته وصفيته في الصفايه. اما الحليب وغادا نديرها في الكسكاس وتفوق، وملي غادا نجبدها التفويره الاولى عاد غادا نسقيها بالحليب، عاود الماء عاود ما كنحلوها بالماء نحلوها بالحليب، حنا كنا كنعرفو بان الحليب كيتواتى مع الكوك، مع المذاق ديال الكوك والحليب كيتواتى. يلا بركة الله غنديرو البصيلة ديالنا هنايا باش نغسلوها، نديرو عليها سكنجبير، مزيرة، مليحة، غنديرو البنات واحد جوج معالق كبار ديال الزيت نباتية، وغنردوها باش طيب. ومن بعد ملي تهدنا البصله ديالنا والذوب غادي نزيدو عليها الزبيب. دابا البنات غندوزو باش نعسلو المشماش، كسرون حتى هو بوحديتو، غندير عليه كاس ديال الماء، غيطيب فيه وتعسل فيه، ما غنديش نزيدو مازال، كاس ديال الماء، غندير جوج معلقات صغار ديال الماء زهر، معلقات صغار، جوج معالق كبار ديال السنيده، واحد طريقه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الزبده، وغادي نردو يطيب من بعد ما يتعسل يطيب هاد المويه ديالو، نصفيوه من ورا يبقى في هاد الماء حتى بعد. البنات حنا حيدنا هاد التفويرة الأولى، نحن
من بعد البنات نخليها تشرب شويه في الكاس ديال الحليب اللي درت ليها، نشرب شويه داك الحليب ومن بعد نعاود ثاني نردوها للتفويره الثانيه، عفوا التفويره الثالثه. البنات غندوزو للزبيب باش نديرو يتعسل مع الكبار ديال السكر عامرين. شويه ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه ديال ما زهر، كنغردوهم يطيبوا على خاطرهم يتعسلوا. بعد البنات سالينا التفوار الشعريه ديالنا، هيا وجدات واحد معلقه كبيره ديال الزبده، حلوها بها حتى سخونه. معلقه كبيره ديال الزبده، غنديرو جوج معالق كبار ديال السكر الثقيل او السكر كلاسي، غنزيد جوج معالق ديال اللوز مهرمش تبقى غنخليوه باش نزينو به. معلقه كبيره ديال ما زهر، معلقه كبار ديال البصله والزبيب، غندير معلقه ديال المشماش. انا المشماش البنات ما عسلتوش، عسلته ولكن ما خليتوش يطيب بزاف، بغيتو يبقى شويه شاد راسو باش ما يتعجنش ويبقى حتى ملي كناكلو كيجينا زوين. نخلطو كلشي بحال ما هكا ونص كيلو البنات ديال الشعريه الداليه، نصيطو د الحليب عرفتش حيت ما كفاونيش جوج كيسان وزيت، نصيطو ديال الحليب يعني نص كيلو ديال الشعريه خدا لينا نصيطو ديال الحليب، ما درتش كاع الماء غير الحليب. اللي بقى ليا البنات من البصلة والزبيب غنديرو في هاد الموز هدا، كيسميوه المول العاجب، هدا هو المول العاجب، غنديرو فيه هادشي اللي بقى لينا هنايا ديال البصلة والزبيب، غنخدم غير هنايا الفوق، كتجي غزالة وكيجي المذاق ديالها غزال صراحة الله، مع المذاق ديال الكوك صراحة الله كتجي غزالة، جربوها ما غتندموش. اللوز اللي بقى ليا غنديرو هنا الشناب، صراحة الله المنظر والمذاق فيها غزال صراحة الله، جربوها البنات ما غاديش تندموا، زعما كتجي غزالة مع المذاق ديال الكوك صراحة الله كتجي رائعة، المذاق ديالها كيجي ولا أروع. هاد شوية د المشمشة البنات اللي بقى ليا ما درتوش قبيلة كله في المول، الشعرية ما درتوش فيها كله، درت شوية مزيان فقط، ما طيبتوش بزاف كيجي غزال هاد المشمش بحال ما هكا، مخصوش يكون طايب بزاف،
الخبز كنشط مزيان الطبق ديالنا. ناخذ شويه السكر كلاصي البنات بحال ما هكا. نديرو في الصفايه بحال ما هكا. هذا هو. هذه هي الشعريه ديالنا ديال اليوم بالكوك والزبيب والمشمش. كنقدموا لكم بالصحه والراحه. وإلا عجبكم البنات ما تنساونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم. الى الملتقى.